السلام عليكم حبايبي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم اخوتي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، وهاد المره بغيت نخرجكم معايا كما العاده واحد الجوله في قيصريه بن عمر. صغيره، واحد الجوله غير صغيره اخوتي، غادي نشارك معكم غير بعض الحاجات اخوتي. جيت نقضي واحد الغرض ونشري بعض الحاجات، وقلت علاش ما نصورش معاكم ونشارك معاكم هذا الشيء هذا. ويما اخوتي دخلت لهاد الحانوت نشري واحد الكريم، ايوا وصورت لكم اخوتي هاد يعني شنو كاين في الحانوت هكذا. هانتوما قيصريه بن عمر في الفنيدق، يعني غادي تدخل مع الدخله على يدك اليمين غادي تلقى هاد الحانوت كيبيع جميع اللي بغيتي، غادي تلقاه هنايا. عندهم بصراحه كل شيء هذا معروف هنايا، وعندو كل شيء موجود، كيجيو تما شي ثلاثه قدام بعضياتهم. المهم كاملين عندهم الاشياء، وهاد الحانوت بالخصوص فيه كل شيء. المهم هانتوما مع الفيديو. ومهم مابقيتش كنقرا لكم الاسماء ونقول لكم شنو هادي وشنو هادي، غير نتوما شوفوا بعينكم. ايوا اللي بغى شي حاجه نصيفطوها له حتى لعندو. ايوا خوتي تمتعوا لي بعويناتكم في هذا الفيديو هذا، يعني غادي نساريكم معايا في قيصريه بن عمر. دفرين هذا مزيونين هذا ماما شنو هادي؟ مزيون دي تحليله. وري ها هاد الكريمه حمراء. ماما هادو الضفار هادو معدلين عندك طلعتيني عندك سيكنت تواب 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 توريك. ها والله عادي شنو فيها؟ جوله في السوق في خذ ها اختاري شنو عجبك؟ عجبني هذا هذا الكولور هذا واعر هذاك براندا. عجبني هذا عجبني هذا. فين واحد النوت شفتو ديك النهار ما جبرتوش. المهم هذا مزيون. شو هادو عاود؟ هادو عاد اللي خرجوا دابا. شفت هذا مزيون؟ حتى عجبني حاجه شويه ماشي عامره بزاف. علمتني هذيك اللي في اليوتيوب يا اختي يا اختي يا اختي ما بقيتش ميقي حاجه العيله توابت. قشوع قشوع انا اللي كيحمقوني يا اختي. اش قيتي صراحه؟ شو الكفاتير هذه وعلى هذه كان سعيده ديالك صراحه واعرين ياك. شفتي هذه شحال مزيونه؟ اي مش كتعمل الخضره هذه والله إذا راه ما تعلمي. فين جبتي هذا؟ رز الشتوى. يا ربي ما يكونش معاك رز الشتوى يا ربي الحبيب. عرفت منهم يمشي فعلا يبقى معاهم. مبردة تمشي حاجة سخونة. مبردة سخونة هذاك. زيون اتاي واعر والله إلا مزيون الخدمة. نذوق حد. كيجي مزيونين. كنت تزيد فيهم اي حاجه اللي بغيتي ولا عصبني شي واحد. ما تكون تجيبوش يعني من بلا ما تشوف. صافي ما نشطوشي. لا فين هادي ما بقات كتعمل شي حاجه من اللي عملت ريجي؟ لا ما عمرها بقى لي هذا خويا يدوز مزيان. عاود عاود بيتزا شي طاكوس. انا شي سيوه هاك سيوه. هي 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 شادي راه فين خلينا نصورو حوايج. وقف قدامه وقف كيعجبني. وقف قدامه وعمل هيدا عمل ولا وامشي لا ليه بالسبان عملت فينا في حاله هاي تعوجي يا اختي ولا بقى معوجه بقى معوجه بحالها. عمل هيدا لا لا عمل هيدا ما تحركش حقا. انا شوف الشامبك واش عامل مزيان. عرفت كيف مع هذا خوشي هضره هذه ديالك ميني بوط واعر. انا كيعجبني لبس الاميره هيدا حق البار كانت
هذا بخشت هو حقي في الربيع نسيب حل في الربيع اجي دلاش لي لا هذا هاد العيال هم نفس هذيك المرأة دل عيال احنا دل عيال قالوا لي انا وليت خليك تسنين اختي شلطني بالحق حتى شلطني انا غير قالت سكر ديك ديالك هزوز معي تمام فكرتي النصيحه واش العيال انا كخاط بعد شمرتي المهندس عادي هذه تمام اشهر بالعكس ما هكا جيت تشوف مريم حتى لوبيبي والله ما الدق ديالي انا كتعرفني ستوبين صافي كاين الناس كيلبسوا هادشي دا كاينين كل واحد شنو كيعشق كل واحد شنو كيعجبو كل واحد شنو كي كل واحد الستايل ديالو وعدي فاتني العرض وما حضرتش فيه نسيت العرض تي كاسا كتصور خوتي سمحوا لي داز العرض ديال وجع التراب وجع التراب الوجع ديال التراب ديال التراب ماما خليك تلتسني لعمي نيتو شري لي بطه ديال الدنيا صور تلتسني لعمي هذا وين ماما اصلا كيحمقوا اسمح لي واخا هانيه قدره اجي تشوفي ماما ماما هذا كل فوق سويمات هذيك العيال سيتو مش ميطيحوا شي ويتقصحوا واري كيحمقوا شوفوا الفنون كتختار لنا الفنون شوفوا هادي شحال زوينه ايما على صبيبط عندها شحال كيوت هادشي ديال ستوين واعر حلاوه المهم اخوتي هنايا في هاد الحانوت هذا ديال زكريا اكستوري عنده واحد الحانوت زعما صراحه فيه هاديك شي فنيون شوفوا اميره كتبوس فيهم في الحوايج يعني داكشي عنده حلو كيوتو مزيون الصبيبتين والريغالوس ديال لي بيبي وداكشي كلشي عنده مزيون تشوف فويطات هادو دلي صغارين للمسيح وحويجات مزيونين الصبيبتين يعني الصراحه داكشي عنده فنيون تشوف ديك حمقني ديك طويق لي في الشيبي عنده ديك بحال الطبيصه الهفينه كيجي له في تحت صدرو يعني فهمتي كطيح شي حاجه كتجي تما كتكون كتوكلو كتعدلو له توكلو يعني مزيون تشوف هاد الفويطات مزيونين تشوبات عنده تشوبات ديال هي السكاتات مزيونين واعرين ها هو ديك الطبيصه الواعر تشوفو كسيوات داكشي واو 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 داكشي عنده فنيون ماركه مزيونين حوايج صبن ورد هانتوما ما شاء الله الطريبشين د العيال صغارين مهم تقشرات مهم داكشي الحلاوه خوتي الحلاوه شكون ما يتشهاش الاطفال صغارين غير تشوف هاد الحوايج هادو ملي الصراحه ملي كنشوفوا الملابس العيال صغارين كيشهيونا في الاطفال خصوصا ملي كيكونوا هيدا ستوين وحلوين وباقين بريء البراءه كتكون فيهم ماشي خوتي ملي كيعملوا 6 سنين 7 سنين كيرجعوا باسلين وما كيبقاوش يسمعوا ملي كيكونوا عندهم ديك عامين هيدا كيكونوا الحلاوه ويلا بداو كيمشيو كيكونوا باقين ديك البراءه وديك الحلاوه فيهم والله الا شوفوا السيكند العيال عاوتاهم مزيانين عنده
عندك هذا المحل هذا وعندك واحد اخر عام الجهاد اللي يعني مع الدوره ديال فسط القيصريه حتى هو تبارك الله عنده داكشي مزيان ونعاود كنشري منه مره ولا كان شي سابع ولا شي حاجه شي ريغالو. اما انا دابا صافي ساليت من الاطفال صغارين يعني دابا الله يعاوني على هاد الجويجات نكبروا وربي يخليهم لي. وبطبيعة الحال ولا كانت ما جاش حاجه في الطريق مرحبا بها. غير الانسان يعني ديك يعني الولده بزاف ما صالحاش الصراحه، يعني الانسان يتكافى مع هاد الزمن هذا صعيب ماشي ديال الولاده بزاف جوج تبارك الله. ولا جاب ربي الثالث علاش لا، ولكن ماشي دابا الساعه هذه. من بعد هانتم اخوتي برودويات وكريمات وخيلات وجميع ما يكون اخوتي هنايا هانتم. الا انا كنصور لكم لا ما نبقى نقول لكم هادي شنو هادي شنو، حيت انا بزاف الحاجات ما عارفاهمش شي عارفاه شي ما عارفاه شي حتى شنو هو يعني ضروري راه الحاجات بزاف ما يمكنلكش تكون كتعرف كلشي. يعني كاينين بعض الحاجات اللي ما كنعرفهمش يعني عاد كنشوفهم كنقول شنو هادي شو لا تخص ديال نجمع فيها المكياج داكشي تروسات عنده واعرين هنايا. هذا عاود جا هذا بوحدو هاد الحانوت هذا ماشي زكريا ستوري، هذاك زكريا عنده غير حوايج للاطفال. هذا جا هنا مع دخلت القيصريه الباب الكبيره على يدك اليمين كما كتدخل كتجبر جوج الحوانت فيهم هادشي هو الثالث ريكسونات المهم داكشي مزيون عنده عاود وعنده كلشي موجود وكلشي كاين فيتامينات الوجه مقشرات القماش خيلات كلشي كلشي اللي فتشت عليه غتجبرو عنده فهاد الحوينات هذا. وخاص غير الحانوت ماشي كبير ولكن فيه كلشي هانتوما خوتي ريكسونات خوتي كنعملو الاشهار والله ما خلصني غير جيت نشري شريت من عنده واحد كريم ايوا وانا نستغل الفرصه قلت له خصور قال لي خذ راحتك اختي خذ راحتك حانوت حانوتك هادو الاطفال عاود هادو شامبوانيز الاطفال ايوا وانا نجبد خوتي التليفون وانا نجبد التليفون وانا ندوز على المحل من طقطق السلام عليكم غير الجهه اللي فيه كان واقف هو اللي حشمت نصوره يعني خفت نبينو ليلو الله يلا ايوا خوتي شكون ما كيعجبوش هادشي كلشي كيعجبو. انا الصراحه ما كرهتش كنهزيت حاجه من الحاجه حاجه من الحاجه ماشي جوج من الحاجه غير حاجه من الحاجه يعني كيعجبوني هاد الخرابق هادو ها كريمه ديال اللحم ها كريمه ديال الرجل ها كريمه ديال اليد ها كريمه ديال الوجه الله العظيم العكار اخوتي العكار الفاسي هذا هو العكار الطبيعي هذا اللي ما كيزولش 24 ساعه هذا عندنا عزيز حنايا هنايا في فنيضه كيعجبنا الله يلا كيجي مزيون الصراحه ولكن الصراحه انا كان كيعجبني نعملو الساعات اللي كنت يعني ما كنخدمش كيعجبني نعملو في الدار ولكن دابا مع الخدمه اخوتي ما كيبغيش يحيد وما كيعجبنيش نخرج يبقى الانسان يهضر فيا ولا شي حاجه هيده كنتفادى انني نعملو ما يبغيش يزول لي مدقمي يعني فهمتي ايوا صافي اخوتي المكياج التعديلات حتى الحلافي عنده اخوتي حتى الحلفات ومشيطات اميره كتمحمقه غير على المشيطات كتهز لي المشطه وكتقول لي ماما اللي تافاتو اخوتي كتقول لي شريه لي اللي تافاتو كتقول لي ماما شري لي هذه ماما شري لي هذه حمقتني والله الا حمقتني ايوا اخوتي هادشي اللي كاين هانتوما كتشوفوا كلشي المهم الخوت كنتمنى تكون عجبتكم الجوله ديالي. يلا ما تنساوش اللايك كما العاده وفعلوا الجرس وخليو شي تعليق مزيون وباي باي عليكم بارطاج.